احنا نروح المسجد ويجمعنا، ويعني يمكن حاليا دلوقتي طقوس رمضان اتغيرت، غيرت بشكل كبير جدا جدا جدا. الناس يمكن مش بتفكر في النواحي. بتعيش يومك في رمضان دلوقتي ازاي يا كابتن رمضان؟ يعني انا دلوقتي مفروض ان الفتره دي ما فيش شغل طبعا، يعني في راحه، فبالتالي احنا برضك يمكن بنتجمع برضك، انا معايا احمد ومحمد وطبعا رشا جوزها سيد معوض، بنتجمع برضك على فترات ونفطر مع بعض، لكن يمكن احمد ومحمد على طول موجودين. الواد عمر بيفطر معاك ولا ما بيفطرش؟ طبعا طبعا عمر سيد معوض عمر اولا جميل. يعني يا ربنا يبارك فيه. ربنا يخليك عمر يا دكتور انا هاني. بقولها من هنا والله بجد، انا عشت معاه اسبوعين في الجزائر. عمر نمسك الخشب، ربنا يحفظه ربنا ربنا يحميه. يخليك يا دكتور. انا قلتها له، انت عديت باباك من دلوقتي. وطبعا كابتن سيد هيبقى اكثر الناس سعاده، وحضرتك اكثر الناس سعاده طبعا، ان عمر عنده شخصيه اللاعب الكبير وهو لسه صغير 2006. لكن انا بقول لجماهير الكره في مصر، انتظروا افضل باك شمال هيبقى موجود في مصر في الفترات القادمه، عمر سيد معوض. شخصية، مهارة، هداف، يعدي. لا عمر في حتة تانية خالص، ربنا يحفظه ويبعد عنه شر الإصابة وشر العين يا رب ويحميه. ده اللي احنا محتاجينه. هو طبعا الجينات بقى أبوه سيد معوض قدامنا عمر. طبعا هو كابتن الفريق طبعا. أبوه سيد معوض، وطبعا جده رمضان السيد. لكن هو يعني ربنا يكرمه، وربنا إن شاء الله بإذن الله يوفقه. أعتقد إن هو هيتخطانا احنا الاثنين. لا حاجة جميلة قوي يا كابتن رمضان والله بجد، يعني شخصية وفي الملعب وبره الملعب وعنده قائد. طبعا، وقائد هو وكابتن فرقة. عنده حتة السرعة، وده العنصر اللي هو مهم جدا الحقيقة في الكرة الحديثة، وعنده المهارة موجودة بشكل كبير جدا جدا. عمر يعدي يشوت ضربات الجزاء يعدي. ويمكن هو زي ما قلت لك يا دكتور هاب، يمتاز عننا احنا الاثنين ان هو سكورر، بيجيب جول، جدا بيجيب جول بشكل بشكل حريف. يعني